يا حبيبي خلاص بقى. كان يا مكان في مملكة الأحزان، سلطان زعلان مقدرش يضحكه أي إنسان. وبعدين فلت وزير مش لاقي حد يضحكني، ومن حزني خرجني، حتى المهلبية ما بقتش تفرحني. فين كوميديان؟ أنا وصول يا مولاي، جبت لك كوميديان من مصر، خصوصا من مدينة نصر، علشان يرجع البهجة للقصر. اسمه أبهان الفنان، يطلب مقابلة مولاي حمادة سلطان البلاد. ما تستعجبش ما تستغربش، لا لا لا، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش، وناس بتصغر ولا تضحكش. ايه الجو ده؟ أبهان، ناس بتكسب ولا تتعبش، ايه الكلام ده؟ لا 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 طبعا مش قصدي عليكم، انتوا طبعا بتتعبوا جدا ما شاء الله، ده كفايه قماش التنجيد اللي انتوا لابسينه ده متعب جدا. بعدين العرش، شوف كام سلمه عشان يطلع حضرتك، عشان تطلع العرش بتتعب موت. فلد خلاص، فين كوميديات؟ ثانيه واحده، ده انا هبهرك. هواجي اتجوز، مراته خلفت طفل. يا مجرم، حد يقول كده؟ واحد اصلع اتخض، شعر ايده وقف. يا راجل بيحصل كده؟ انا اتفاجئت، تصدق دكتور بيتر بيسالوه انت شاطر، قال لهم اسالوا اي حمار. امان ربي امان، انت بتخلي عروسه تكلم عظم السلطان؟ خلاص يا عم بلاش عروسه، بعدين حضرتك دي مش عروسه، ده انا اللي بتكلم، ده انا بتكلم من بطني، دي حيله صايعه جدا بتضحك الناس خالص، بالذات الاطفال اللي في سن حضرتك. غلط، انت تكلمي من بطنك؟ ايه القرف ده؟ مولانا السلطان مالوش في العرايس، ادخل عليه باي حاجه تانية. الحكايه اللي انت قلت لي عليها، ها، اللي بتضحك قوي. اللي بتضحك خالص دي. والله عندي دلوقتي طلعه كنت شايلها لعيد ميلاد ابن اختي، لكن انت ما تغلاش عليك يا مولاي السلطان. اسمع، دي فقره النكت الملوكي. بيقول لك مره ملك دخل على الفيسبوك، عملوا له تاج في كل الصور. وايه يعني كل الملوك بيعمل لهم تاج؟ فين النكتة؟ اصل في التاج بتاع الفيسبوك اللي هو تاج تعمل في صورة تحط فيها، وفي التاج اللي هو فدائف فيه. لا ايه يا برنس، ما تزق معايا تقول اي حاجة. حبهان يا مولاي السلطان، يقصد التاج بتاع الفيسبوك. انزل بمستوى الذكاء شوية. ها، انزل اعمل ايه؟ اروح فين اكتر من كده؟ ده الحاج مفيش حاجة عجبها، ده ضرب لي مفك في البضاعة كلها تحت، والله العظيم بيجيب صريخ عندنا في مصر. بهلفان فاشل، انا قلت تصحي اسود عشان تاكل بهلفان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الافوارة والصدى ده؟ ولو لقيت اسود نايمين سيبهم نايمين، لان هم مطبقين من امبارح في اعدامات. ارمي للنمور او فهود، ولا اقول لك ارمي للسلحفات، السلحفات بتصحى بدري. يا عم اعدمني باي شكل، ان شاء الله ترميني للارانب حتى. ايه ده؟ والله ده لو حسام البدري كنت ضحكته. انت اتجننت بهلفان؟ بتعلي صوتك في بلاط سلطان؟ يا عم بلاط سلطان ايه ده؟ وانت الصادق، ده سيراميك سلطان. بيقول لي سيراميك عشان انا قلت بلاط. عارف ممكن ايه تاني غير سيراميك حبهان؟ ممكن بورسلينات. يا سكر. استنى، ممكن كمان باركي. ده انا جاي شطب شقة بقى. انا لا يمكن اقول الكلام الفارغ ده، انت بتزقني لسكة مش تمام. يا بيه الحاجات دي ما تتقلش. قلش 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 ما تتقلش. ما تتقمت قلش دي؟ لا يا بيه انت فهمتني غلط، انا مش قصدي على القلش اللي هو القلش. بلد، لو هتعصى اوامر سلطان ارميك للاسود، انما لو تقول قلشات تاكل مع سلطان مهلبية. لا، ما دام فيها اسود او مهلبية يبقى سامحني يا رب، يبقى خلاص، يبقى مهلبية ومهلبيك. يلا بقى محلك كبرى. وزير، انا عايز قلش في كل مكان، عايز الشعب كله يقلش. الشعب هيقلش بالعافية؟ ده حكم قلقوش بقى. وزير، والله اللي فاتت دي هي اللي حلوة. أنا عايز حبهان يعين رئيس مجلس أعلى للألشات، وكمان خليه يتعين مهرج خصوصي لسلطان. تعرفي ده الراجي بهلفان؟ لا، بدم في مجلس بقى ومهرج خصوصي وسلطنة، لا ده أنا مش أهرج، ده أنا أبويا مهرج عليا ما زعلكش.
مش ههرجك من هنا. دخلنا بعد إذن عظمتك ههرج مخدرات. يلا بقى أنا من الموضوع كده. وضحك الملك الحزنان من غلطة الكوميديان حبهان، فمن يوميها القلش انتشر وأصاب كل البلاد بالخطر. خطر؟ خطر على بالي. الله يجازي اللي كان السبب.